قبل مباراة الافتتاح يوجد على مقعد كل كرسي من مقاعد استاد لوس هيل علم وراية دولة قطر، وأيضا هناك كيس فيه بعض المحتويات للجماهير. ماذا يوجد في هذا الكيس؟ خلي نتعرف عليه. طبعا الكيس فيه الفصل المفقود من كليلة ودمنة، هذا يعني فيه رواية وأيضا أمور تخص حفل الافتتاح وكواليس حفل الافتتاح وكيف سيطبق حفل الافتتاح، هذا أكيد مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية. غير ذلك ماذا يوجد؟ يوجد هذه يعني شبه قلادة سوف تنبعث منها الألوان في الحفل حفل الافتتاح. كذلك أيضا ماذا يوجد؟ يوجد هديتين للجماهير. الهدية الأولى هي سوار لكل مشجع يوضع في اليد، والهدية الثانية سنتعرف عليها أنا وإياكم، هذه الهدية الثانية هي عبارة عن سبحة هدية لكل مشجع من استاد لوس هيل. الساعات الأخيرة التي تسبق افتتاح كأس آسيا 2023.